السلام عليكم أصدقائي متابعين على قناتي. اليوم راح نسوي لكم تمن بالباقلة أو الرز بالباقلة، والمكونات اللي راح نضيفها بالرز هاي عندي هنا بصل، هذا عندي هنا نص كيلو باقلة منقعة عندي يابسة ومنقعة وكاملة، وأكو يبيعوها جاهزة اللي هي مجمدة، وهذا هنا عندي الشبنت وهذا الرز. تابعونا وشوفوا يانا الفيديو شلون حسوي الطريقة مالته، إن شاء الله تعجبكم. أصدقائي هسه نضيف قليل من الزيت، هذا قليل من الزيت ضفناه هنا، نحمس البصل بيه، أصدقائي هسه بعد ما لان عندي البصل نضيف الباقلة ونظل نقلب بيها الماء تلين عندي الباقلة، نظلون نقلبون بيها الماء تلين عندكم، طبعا هذا تم الباقلة كلش طيب، اللي ما مسوي بيته يقدر يشوف الطريقة مالتنا شلون حنسوي وشلون حيطلع عندكم، ان شاء الله يعجبكم. اصدقائي هسه رجعنا، هذا عندي باقلة حمست عندي هي والبصل، وهسه نضيف الشبنت، طبعا هاي الشبنت هنا انا بسوي اربع باقات من الشبنت على مود يطلع التمن اطيب. اصدقائي شوفوا ظلون تقلبون به على مود ما يحترق عندكم، وهسه راح نضيف التمن او الرز، هذا التمن خلي قليل من المي فوقه، نضيف التمن والرز. اصدقائي هسه ضفته هنا شوفوا التمن، ونظل نقلب بيه، نخلي هسه ملح ونخطه بشكل جيد، اصدقائي هسه خليناه ورح نغطيه الماء يستوي يجز عندنا التمن، نشوفكم شكله النهائي ويانا اصدقائي، وهذا شكل التمن النهائي شوفوا. طبعا هنا هذا الاكل الزين، شوفوا اصدقائي هذا التمن باقله اللي يريد يكتب تمن باقله من شيف وليد، وهنا الدجاج بالحامض اللي يريد يكتب دجاج من شيف وليد، طبعا كلش طيب طعمه وريحته الشهيه، فارجو منكم من جماعتي اللي يشوفون مال شيف وليد اتمنى يشتركون بالقناه، هاي الحلوه ويانا راح تاكل، اشتركون بالقناه ولايك، لا تنسون ادعموا شيف وليد هواية لان يستاهل، الاكل كلش طيب، وهذا شو اليوم معزومين عنده احنا وما شاء الله عامره يا ابو يوسف، اليوم ابو يوسف مسوي رجيم، قلت له تعال اليوم. هلا هلا ويا هلا اليوم راح الرجيم، يلا عيني اشتركوا بالقناه، مع السلامه، باي باي.